السلام عليكم جميعا، كيفكم اليوم؟ بدنا نعمل مع بعض هذا القنفذ اللي كتير كتير سهل وكتير كمان حلو. تشوفوا ما احلى الوانه كمان. اختار ورقة من الورق، رح نعمله، ما بنختار ورقة، من الورق رح نسويه ان شاء الله. بجيب ورقة A4، شوفوا زي هاي الورق اللي بنطبعه، نقسمها نصين، نطويها يعني من النص زي هيك، نطويها وبعدين شو نعمل؟ بعدين نيجي هيك من الطرف وبنطوي مثلا تقريبا 4 سنتي أو 5 سنتي، نطويها من الطرف زي هيك، وبعدين بنروح بنجيب قلم بنرسم راسه للقنفذ. ما يعني ما بحتاج إن إحنا نكون مخترعين ولا عباقرة بالرسم، شرطتين، شوفوا زي هيك، شرطة وشرطة، وبعدين بنعمل دائرة، شرطة وشرطة ودائرة. طلع راس القنفذ، بنلون أنفه بالأسود زي هيك، لون 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 لون، وبعدين نقطة العين، شرطة التم، سهل، شوفوا ما سهله. بعدين إيش بدنا نقص؟ شو رح نقص؟ الأطراف اللي هم زي هدول اللي أنا قاعدة بقص فيهم، بنقصهم، شفتوا كيف قصناهم؟ وبعدين شو بدنا نعمل؟ نيجي على طرف الورقة زي هيك وبنروح طاوينها، طاوينها، نطوي الورقة كلياتها لحد ما نوصل لعند راسه للقنفذ. شوفوا بنطوي 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 بنطوي، اطوي اطوي اطوي، كمان اطوي 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 اطوي. شوفوا بدي اضلني اطوي كني. المهم طويناها، وبعدين شوفوا ما احلى، ممكن نعملها مروحة بس احنا ما بدنا مروحة. الطوية اللي طويناها من نص الورقة بالأول بنرجع بنطويها، هاي التانية اللي بالنص، شفتوا كيف؟ بس قبل ما نتنيها ونسكر عليها شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب لزاق زي هذا اللزاق أو أي نوع لزاق عندك، وبنحط بنلزق لزق لزق، حط هذا اللزاق وسكر اللزاق ونشيله، وبعدين بنلزقها، شوفوا هيك بنلزق وخلص، خلصناها. شوفوا ما احلى، بس انه خلينا نثبت زي ما انا قاعده بثبت، شفتوا هيك صار عنا قنفذ كتير سهل كتير حلو. عملت انا واحد احمر واحد اصفر وشو كمان اخضر وازرق، قنفذنا الجميل القنفذ. بنقدر نستخدمه باي اشي، مثلا اذا بدنا ندرسهم حرف القاف بيكون قاف قنفذ، إذا بدنا كمان وسيلة لإيش لإيش، أعطوني أفكار ممكن نستخدمه بإيش مع الأطفال. وبس هيك، إن شاء الله يكون عجبكم، مع السلامة.